بالرغم من أن عصرنا الحالي يحتوي على أكبر وأفضل تطور للتكنولوجيا في التاريخ، إلا أن أسلافنا القدماء كانوا يمتلكون العديد من الاختراعات العبقرية التي لا يزال العلماء في وقتنا الحالي غير قادرين على إعادة تصنيعها أو فهمها. نقدم لكم اليوم بعض التقنيات القديمة المتقدمة جداً لا يستطيع العلم الحديث إعادة تصنيعها. الشعاع الحراري. سجل المؤرخون اليونانيون والرومانيون أن العالم أرخميدس قام ببناء سلاح حراري لإشعال النار في السفن الحربية الرومانية خلال حصار مدينة سرقوسة عام 2012 قبل الميلاد. واستخدم أرخميدس في بناء هذا السلاح العبقري دروعاً برونزية أو نحاسية ملمعة للغاية تعمل كمرايا من أجل تركيز طاقة الشمس على سفن العدو القادمة متسبباً في حرقها في الحال. وحاول العديد من الأشخاص إعادة بناء هذا السلاح في العصر الحديث لكنهم فشلوا، ومن ضمنهم برنامج ميث باسترز الذي حاول بناءه أكثر من مرة دون نجاح. ويعتبر الشعاع الحراري الذي يعرف أيضاً باسم مرايا أرخميدس الحارقة من التقنيات المتقدمة للغاية في ذلك العصر بالرغم من بساطة فكرته. الخرسانة الرومانية. العمارة الرومانية تمكنت من الوقوف أمام اختبار الزمن لأكثر من 2000 عام كشهادة واضحة على تفوق الخرسانة الرومانية القديمة عن الخرسانة المستخدمة في الوقت الحالي، حيث سمحت هذه الوصفة الخرسانية المتقدمة للرومان ببناء هياكل رائعة للغاية لا يجرؤ أحد اليوم على محاولة بنائها دون دعم حديد التسليح. وتم فقدان وصفة الخرسانة الرومانية خلال العصور المظلمة مثل العديد من التقنيات القديمة الأخرى، وقام علماء الجيولوجيا والمهندسين بدراسة خصائص هذه الخرسانة من أجل حل لغز قوتها وطول عمرها، لكنهم لم يتوصلوا إلى سرها بعد. وتكونت عندهم نظرية بأن قوتها ترجع في الغالب إلى بعض المواد المختلفة التي أضافها الرومان إلى الإسمنت، من ضمنها الرماد البركاني، الحجر الجيري، اللبن، وحتى الدم. بوصلات الفايكينج. قبل اختراع البوصلات المغناطيسية كان على البحارة القدماء إيجاد طريقهم عن طريق الساعات الشمسية التي كانت توضح الوقت والاتجاه من خلال تسليط ظل على الأسطوانة. وكان العلماء والمؤرخون يشعرون دائما بالحيرة حول كيفية تمكن الفايكينج من السفر باستمرار في خط مستقيم من النرويج إلى جزيرة غرينلاند والعودة مرة أخرى. لكن في عام 1948 تم العثور على قطعة أثرية قديمة من تراث الفايكينج، وتوصل العلماء إلى أنها بوصلة متقدمة بشكل مثير للدهشة تعرف باسم قرص الأونارتوك، لكن بعض التسجيلات القديمة أشارت إليها باسم البلورة السحرية، حيث كانت تعمل حتى بعد غروب الشمس. ويعتقد العلماء أن نوعا من البلورات تم إضافته إلى القرص حتى يمكنه من صنع الأنماط عند تعرضه للضوء الخافت. وقام العلماء باختبار هذه البوصلة ووجدوا أن نتائجها قابلة للمقارنة مع البوصلات المغناطيسية الحديثة. الزجاج المرن. الزجاج المرن هو نوع من الزجاج الذي لا ينكسر إطلاقا وإنما ينبعج فقط عند سقوطه، ومن الممكن أن يرجع إلى حالته الأصلية مرة أخرى بكل سهولة. وتم اختراع هذا الزجاج في عهد الإمبراطور الروماني تيبيريوس، وهو الذي تسبب في فقدان هذا الاختراع إلى الأبد، حيث قام بإعدام مخترع الزجاج لأنه كان يخشى أن يؤدي انتشاره إلى تحطيم الاقتصاد الروماني عن طريق خفض قيمة المعادن الثمينة. ولم يتمكن الإنسان من إعادة تصنيع هذه النوعية من الزجاج مجددا إلا في عام 2012 عندما قامت شركة كورنينغ لتصنيع الزجاج بتقديم زجاج الصفصاف الذي كان مرنا بما فيه الكفاية للالتفاف حول نفسه. نبات السيلفيوم. كان السيلفيوم واحدا من أكثر العقاقير رواجا في روما القديمة لأنه كان من أوائل طرق تحديد النسل عند الرومان، وكان يتم استخراج هذا العقار من ثمار جنس معين من نبات الشمر ينمو فقط على طول بعض شواطئ شمال أفريقيا. وكانت النساء تشرب عصير السيلفيوم مرة واحدة فقط كل بضع أسابيع من أجل منع الحمل، كما أنه كان يتم استخدامه كطريقة للإجهاض في بعض الحالات، لكن زيادة الطلب عليه مقارنة مع ندرته أدت إلى زيادة حصاده مما تسبب في النهاية بانقراض النبات. ولم يستطع العلماء دراسة مادة السيلفيوم بسبب انقراضها بالرغم من رغبتهم الشديدة في معرفة مدى فعاليته مقارنة مع الأدوية الحديثة، بالإضافة إلى سبب استمرار تأثيره لفترة طويلة. النار الإغريقية. كانت النار اليونانية سلاحا حارقا تم تطويره في أواخر القرن السابع من قبل الإمبراطورية البيزنطية التي استخدمته في حروبها البحرية.
وكان يطلق البيزنطيين على النار اليونانية أسماء عديدة مثل نيران البحر أو النار السائلة. وبالرغم من أنها لم تكن أول سلاح حارق، إلا أنها كانت ناجحة بشكل ساحق، حيث كانت هذه النيران تمتلك بعض الصفات المميزة مثل قدرتها على الاحتراق فوق الماء والتصاقها بالأسطح، كما أنها لم تكن تنطفئ إلا بالخل أو الرمل. ولم يعرف أي أحد في ذلك الوقت مكونات هذه النيران، حتى أن الجيوش التي استولت على السائل والجهاز الذي يحتويها لم يقدروا على إعادة تصنيعها، وكانت وصفة النيران البيزنطية الحقيقية سرية للغاية، مما جعل مكوناتها غير معروفة إلى يومنا هذا. الفولاذ الدمشقي. كان الفولاذ الدمشقي نوعا قويا للغاية من المعدن، تم استخدامه على نطاق واسع في الشرق الأوسط قبل 600 عام مضت، وكان يستعمل بشكل أساسي في صنع السيوف التي كانت أسطورية لشدة صلابتها ومقاومتها للاهتراء، بالإضافة إلى حدتها العالية. وأدت سمعة الفولاذ الدمشقي وشهرته الواسعة إلى العديد من الأساطير، مثل قدرته على قطع ماسورة البنادق أو شفرات السيوف الأخرى، لكن إنتاج هذه السيوف انخفض تدريجياً بسبب عدم توفر المواد اللازمة للوصفة الخاصة بصنعه، وفقدت تقنية تصنيعه في منتصف القرن 18. وبالرغم من دراسة علماء العصر الحديث للفولاذ الدمشقي على أمل معرفة مكوناته بالضبط، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، حيث توصلوا فقط إلى تقديرات تقريبية عن مكوناته وطريقة تصنيعه.